السلام عليكم أعزائي أحبائي قناة بحر المنوعات. إذا كنت ضيفا جديدا في القناة فرجاء الدعم والاشتراك في القناة لكي نستمر ونقدم المزيد من المواضيع الهامة. وشكرا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا عارف الدنيا مريحة بسبب موضوع كورونا، فانا في وظائف كتير جدا معروضة عليا، فانا قلت ايه ان انا اقول لكم على الوظائف ديت، وبس اهم حاجه الجديه في الشغل وكده، وبدون اي رسوم او اي حاجه خالص. يعني احنا ما بناخدش فلوس من حد عشان ما حدش يقول ده نصاب ولا نصابين ولا 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 ولا. فهقول لكم الوظائف اللي المطلوبه دلوقتي، هعرضها عليك كلها، وانتوا ان شاء الله تختاروا منها وظيفه كويسه براتب كويس وتنزلوها. يعني بصوا يا جماعه، مطلوب افراد امن العمل بنادي بالتجمع الخامس، الشغل ده في التجمع الخامس، شباب للعمل 8 ساعات، مرتب 2500 جنيه زائد تأمين اجتماعي زائد 4 أيام راحة شفتات ثابتة. يعني انت الـ8 ساعات اللي هتروحهم ثابتين، مش هتغيرهم بعد كده ولا أي حاجة خالص. يعني حسب ما تنزل بالليل تنزل بالنهار تنزل في نص اليوم، حسب ما تختار الـ8 ساعات يعني. وفي تأمين اجتماعي وفي 4 أيام راحة، يعني تختار يوم فيهم بقى براحتك، تختار الجمعة تختار الخميس تختار أي حاجة. يعني 26 يوم شغل وأربع أيام، 26 يوم شغل وأربع أيام أجازة. يعني الشروط بقى زي ما قلت لكم، السن المطلوب من 23 سنة لحد 45 سنة. أهم حاجة يكون بيعرف يقرأ ويكتب ويكون شكله كويس حسن المظهر، يعني فاهمني، بس أنا بقول لكم البلدي عشان تفهموا على طول. يعني يكون شكله كويس وكده، ويعني يكون لبيك يعني فاهمني، ويكون بيعرف يقرأ ويكتب، أهم حاجة برضو دي شرط مهم يعني. والأوراق المطلوبة الجيش والمؤهل وشهادة الميلاد وصورة بطاقة سارية، يعني بطاقة تكون لسه موجودة ما بقاش انتهت أو الكلام ده يعني، وست صور شخصية وفيش حديث. العنوان اللي انتوا هتروحوه عشان تقدموا فيه الشغل في مدينة نصر عند مصطفى النحاس، شارع عبد العزيز عيسى، خلف التوحيد والنور، بعد مدرسة المنهل، العمارة رقم 16، بلوك 35، الدور الأرضي، شقة واحد طبعا الدور الأرضي يعني.